أعزائي المشاهدين، في الوقت الذي لم يزل فيه الإرهاب يخطف أرواح العشرات من الضحايا المدنيين، ورغم وجود قانون لتعويض المصابين جراء العمليات الإرهابية والحربية وآخر لمؤسسة الشهداء يشمل ذوي شهداء العمليات الإرهابية، إلا أن هؤلاء الضحايا ما زالوا يشكون من عدم تطبيق القوانين ومن الإهمال الحكومي ومما يصفونه بالتمييز بينهم وبين الشرائح الأخرى التي أخذت الحقوق المنصوص عليها في مؤسسة الشهداء مثل ضحايا النظام السابق. إذن أعزائي المشاهدين، للاستماع إلى شكاوى وتساؤلات ضحايا العمليات الإرهابية والحربية نستضيف في حلقة اليوم السيد النائب عبد الإله النائلي، رئيس لجنة الشهداء في مجلس النواب العراقي، السيد طارق المندلاوي، مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء، والسيد عبد السادة، رئيس مؤسسة قناديل الرحمة لرعاية جرحى الإرهاب والمعوقين. وبالتأكيد نستضيف الجمهور الكريم اللي راح يغنون الحلقة بأسئلتهم، وكالعادة أبدي من الجمهور وراح أنطي المايك لورود باسم. انضربت ب 2006 هاون وأنا رياضية، يعني أي حقوق ما حصلت، يعني سلمت جبور الصوت على تكريمي وما أعرف هو شنو تكريمي يعني ليش، وأني بطلة آسيا وجبت إنجازات هواية وكل شيء ما حصلت. إيش قصر للتصويت على التكريم؟ كنا سنة ونص صار له. سنة ونص إلى الآن ما استلمتي؟ لحد الآن أصلا ما أعرف على شنو صوت. زين دزوا عليك؟ اي دزوا علي وقابلته وجبوجي صوته وما اعرف على شنو صوته هو تكريمي ولحد الان ما محصله. استاذ طارق ما ادري طبعا عذرا اعزائي المشاهدين، اليوم التصوير بموقع نصب الشهيد والهواء عالي وشوي الصوت يعني ياثر على الاستاذ طارق، في حال انه ما سمعت السؤال بشكل كامل، هي بطله اسيا وبطله رياضيه ومن ضحايا العمليات الارهابيه، اكو تفجير يمكن ب 2006 مو؟ طيب المشكلة حقوقها ما مسلمتها، وهذا التكريم اللي هي من مجلس النواب سواء كان بتصويت أو غير تصويت ما حد قال لها حتى الآن شنو التكريم بالضبط وليش، ولا استلبت التكريم وصار يمكن أكثر من سنة ونص أو أكثر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمشاهدي قناة الحرة العراق ولضيوفك الكرام السيد النائب عبد الإله والأخ رئيس مؤسسة القناديل الرحمة، وأيضا الأخوة من ذوي الشهداء والمصابين. بالحقيقة يعني قانون مؤسسة الشهداء رقم 20 لعام 2009 المعدل بقانون رقم 57 لسنة 2015 تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية بعد مصادقة السيد رئيس الجمهورية عليه في 25/2/2016، فأصبح نافذ يعني صار هذا سبع القانون سبع أشهر صار. نعم أصبح نافذ هذا القانون، وبالتالي أصبحت من مسؤولية مؤسسة الشهداء. فممكن للأخت أن تراجع دائرة ضحايا شهداء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء حتى نشوف المشكلة وين. طيب. يعني من 2006 لحد الآن كانت اللجان عاملة، يعني طبعا بعد تشريع القانون رقم 20 لعام 2009 يعني عملت به بعد صدور التعليمات مدة سنة تقريبا 2010، يعني أصبحت تصادق اللجان المختصة اللي هو برئاسة قاضي صنف ثاني وبمعية ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الدفاع والداخلية. طيب. وأصبح القانون نافذ، يعني مفروض كان تراجع الأخت. طيب ورود راجعتي واستلمتي شهادة يعني هوية؟ لا لا ما راجعت. ها أنت ما راجعت؟ إي ما راجعت. طيب يعني إيه؟ هو صوت على شنو راجع؟ تحكين على زين تحكين على الـ 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 التصويت. سيد النائب، موضوع التكريم بمجلس النواب عندك علم بهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيوفكم الأعزاء. يعني جوابا على يعني سؤال الأخت في قضية التكريم، نعم يعني أنا ما عندي علم به بصراحة، يعني أنا عضو في لجنة الشهداء منذ عام 2010 وبالتالي إذا كان أكو تكريم فما عندي علم به، بس ممكن أتابع هذا الموضوع، يعني أتابع أخذت اسمها أنا. طيب هو ممكن هو أتابع الموضوع يصير تكريم يعني للشرائح مثلا الرياضية المتميزين المتفوقين يصير تكريم لهكذا شرائح،
بس قضية الأخت ورود أنا ما سامع بها، بس ممكن أتابع. أستاذ عبد الحسين، وأنا يعني هذا الموضوع خلينا نتوقف عليه عنده لأنه راح يشمل الجميع. أستاذ عبد الحسين، باعتبارك رئيس مؤسسة مجتمع مدني، الأخت بطلة رياضية، نعم، ويعني يعني المفروض يتم الاهتمام بها. موضوع إيكال أمر المراجعة للمتضرر مو شوية صعب؟ يعني هسه هي ما تعرف، المفروض تراجع مؤسسة الشهداء حتى تاخذ، تبدي تبلش بعملية أخذ الاستحقاقات، طلع هوية، طلع مستمسكات، التكريم مالتها ما تدري بيه. فهذا مو المفروض إما مؤسسة الدولة تساعدهم، يعني أولاً تعلمهم وتسهل لهم وتدعوهم. أنتم همين ما عندكم نشاط في هذا الصدد؟ إحنا يوم يعرفون، يعني إحنا من الناس اللي راعين خاصة ورود ومنى اللي أخوات، من كانوا مهجرين يعني إلى منطقة الشعلة، زرناهم وقمنا بمسألة كثير من الإجراءات إلى أن أخذوا حقوقهم كاملة على قانون رقم 20. فبالتالي هم ماخذين استحقاقهم من ناحية القانون رقم 20، من ناحية التعويض، من ناحية الرواتب التقاعدية، الفروقات المالية. لكن تبقى بعض الأمور لحد الآن ماكو، مثلا أسمى فيما يخص الرياضية، يعني هنا كان بصراحة من المجتهدات الرياضيات في رياضة القوس والسهم، للأسف ماكو أي اهتمام بهذا الموضوع. سبق وأن احنا قمنا كمؤسسة مجتمع مدني تعنى بهذه الشريحة بزيارات يعني دورية إلى مجلس النواب بهذا الخصوص، ويعرفون الأعضاء النواب، يعني حتى من يسمع مؤسسة قناة دير الرحمة يعرفون أن هي تقريبا الدوام دوام مع أعضاء مجلس النواب في مجلس النواب. التقينا من كان احمد راضي رئيس لجنه الرياضه والشباب البرلمانيه، طيب، وطرحنا له كثير من معاناه الرياضيين. طيب خلي اذا تسمح لي حتى احافظ او على الوقت اخذ سؤال على حسين ابراهيم الجبوري. رايح للسوق تشتري ملابس رياضيه، تسوق الطالب ورياضي. نعم. فعطيت الى تفجيرين ارهابي، فظليت معاناتي من 2007 لحد 2010. فأثناء بين 2007 و 2010 أحس سويت نسبة عجز، أعطونا 40% جيت محتاج مال العمليات، لأن ما حد اهتم لي وما حد عالجني وما حد شافني من أي مسؤول، وما ردت إلى بيت رجلي. وبعدين سويت معاملة تفاقم حالي، لما ذهبت للجان قسم السيك محافظة بغداد يقول لي مشكلتك، قلت له شلون مشكلتي؟ من يقول لك مشكلتك؟ الممثلين باللجان قسم السلك محافظة بغداد. قلت له شلون استاذ مشكلتي؟ اني اعصاب ما عندي، عضلات ما عندي، احساس ما بيه، الدم ما يمشي، وانا اجدي اثنينين وبجسمي ومقعدي وبكل براسي مرضي. قلت له شلون يعني انا شلون مشكلتي؟ يعني هاي فوق ما تهتمون بي تطردوني؟ يعني انا مستقبلي ضاع، وين اتجي؟ يعني اي اريد اشوف المسؤول شنو شغله؟ احنا من شنو احنا مستقبلنا ومستقبل طيب الضحايا شنو مستقبلهم؟ خاصة بالعراق، يعني هسه مستقرة؟ هسه رجلك مستقرة؟ ما عندي لا حقوق لا طرف اصطناعي، ما حد عالجني استاذ. هي مستقرة؟ لا. ليش؟ ثلاث مرات قطعوها، قالوا لي لازم تنبت من فوق وما يصير لك الطرف اذا تنبت لازم خارج العراق. طيب خلي اشوف رايي. استاذ لحد الان لا عندي حقوق ولا راتب تقاعد، وكله على حسابي مساعدة الناس العلاج، احكي لك من 2007 لهذا يومك. من 2007 استاذ عبد الاله، وبعدين اني راح اخذ راي استاذ سيد المندلاوي. يعني هذا الموضوع انه هو جريح ويحتاج رعايه، ومثل ما تشوف حضرتك رجله عبر عده مراحل تم قطع اجزاء منها، ولا زال يقولوا له لازم يصعدون بالقطع. يعني هاي الناس يعني ما معقوله، يعني لابد اكو مجلس النواب يراقب اداء المؤسسه ويطالبها بآليات معينة. هاي الناس يعني مغمورة وتعبانة وفقيرة وبالأحياء ومن واحد يدري بيها، وهذا مثال. أحسنت. يعني بصراحة نحن في لجنة الشهداء نستشعر يعني الحالات التي أصيب بها ذوي الشهداء من ضحايا الإرهاب، وبالتالي يعني سعينا جاهدين إلى الإسراع بتعديل تشريع قانون رقم 20 سنة 2009، وفعلا تم تعديله، وأضيفت الكثير من الحقوق والامتيازات لشريحة ذوي الشهداء الإرهاب وكذلك المصابين والجرحى. يعني إحنا اللي عنده عجز بنسبة 75% فما فوق من المصابين انطيناه حقوق الشهيد. اي صحيح، هذا يعني واضح. يعني ياخذ راتب. بس أنا قصدي إذا تلاحظ هاي التفصيلتين، إذا تسمح لي، إذا تسمح لي حضرتك، هاي التفصيلتين هي لها علاقة بالتوعية بالحقوق، بالمعرفة، تسهيل قنوات تنفيذ الاجراءات. يعني المفروض مجلس النواب يتابع يشوف شنو، اكو فرق بين نمنح حق وبين نوصل الحق للمستفيد. المستفيد هنا بعيد،
مناطق فقيرة، مناطق مقطوعة، ما يعرف صحيح. حقوقه صحيح. يعني أدوات التواصل بينه وبين المؤسسة صعبة. هسه هو دا يقول يعني يقول معاملة من 2012 ولهذا يومك مالي حقوق. يقول لي مشكلتك، قلت له شلون مشكلتي؟ من يقول لك مشكلتك؟ باللجان. يقول لي مالك حقوق حتى لو جيت مستشهد تفاقمت الحالتي، حتى النسبة اكتشفتها مو مالتي مطيني اياها باللجان. مطيني اياها 65 وانا صابتي حتى هاي تحدد بيها، عندي اعصاب وعظم مكسر يعني حتى لا احمل اعوج راس اوت الاحمل. قال لي الاطباء يقول لي شلون تمشي عليه؟ لا عندي طرف، لا عندي حقوق. هاي احكي لك كافة جرحى العراق صار جرحى عفواني كله نفس المعاناة. يا ريت باختصار حتى انتقل استاذ واللجان يا رايح يا جاي وحش شهر تعال شهر من 2012 والله ما يدعمي حقوق رجعوا لي رجلي اريد امشي اريد العب رياضة اجي امشي. يعني قضية المشمولين بقانون رقم 20 سنة 2009 من ذوي الشهداء، مصابين، جرحى، مخطوفين، مفقودين، تعويض الممتلكات، حتى هذه الشرائح بصراحة يعني فعلا شرائح لا راعي لها في الوقت السابق. احنا ليش سعنا الى تعديل القانون وربطهم بمديرية في مؤسسة الشهداء؟ ليش؟ لان مؤسسة الشهداء اولا المؤسسة انشئت في عام 2007 وبها كادر كبير جدا وبها يعني دوائر وعمل ورعت شهداء جرائم البعث منذ عام 2007 ولحد الان، وبالتالي سعينا الى شمول كافة شرائح الشهداء بمؤسسة الشهداء. نعم. تسمح لي خلني اوضح. وبالتالي اليوم هاي الاجراءات اللي يتحدثون عنها هاي اجراءات تنفيذية لا علاقة لها بمجلس النواب. مجلس النواب كما تعلم واجبه تشريع القوانين متفقين انا ولذلك الإداء. ولذلك انا سالت اليوم احنا قاعد نراقب. انا سالت عن الرقابه. احسنت. ومحاوله احسنت. اليوم احنا قاعد نراقب ولذلك احنا عندنا محاولات وحديث مع مؤسسه الشهداء. طيب. وامانه مجلس طيب هذه 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 نموذج كثير من في استاذ كثير في تفعيل القوانين استاذ عبد الاله. هذا نموذج وعندنا نماذج اخرى. خلينا ننطل. نعم. المايك لإلهام حسين. انا زوجة شهيد، الزوجة الثانية للشهيد. نعم. يعني تعويض ما طلع لي، طلع لي 500,480,000 تعويض. يعني بدال ما 4 إلا ربع انا طلع لي 480. يعني ايش قد الفرق المفروض ايش قد وانت تتوقع؟ يعني فرق اذا 4 إلا ربع يعني فرق من 3 ملايين انا 3 وما يعني. يعني قصدك قسم راح للزوجة الأولى الزوجة الأولى. هسه الزوجة الأولى أخذت أملاك الشهيد وراحت بالخير عليها، كل شيء ما طلع عاني من عنده، بس المشكلة حتى الزوجة الأولى ما أخذتهن، بقى للدولة. ذيك ما مشت، ذيك أخذت أملاكها وراحت. بقى للدولة. زين أنا ذبيت 1.5 مليون كتعويض، يعني أروح وأجي، أروح وأجي، يطلع لي 480 فرفضتها، فما لي أي حقوق. ما أقدر أسوي لها تقاعد ولا كل شيء ولا. المهم هاي الفقرة كانت ما مذكورة. اني نواب 2 شفتهم بالقانون ما مذكوره بالقانون بتحويلنا يعني ما مذكوره بقانون 20 اي يعني ما مذكوره. فمن حكيت اني نائب امير الكناني بوقتها قبل 4 سنين ذكرتها قال والله العظيم هاي ما مذكوره. ومره على الهواء طلعت هم نائب دكتور عقيل هم قال له حتى المذيع قال له معقوله ما مر عليكم؟ قال له والله هاي الفقره ما مر علينا. طيب. خليني اخذ يعني افترض اخذ تعليق من استاذ طارق وحتى من استاذ عبد الاله وربما استاذ يعني حسين عبد الساده، لكن اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير. جديد ارحب بكم اعزائي المشاهدين. استاذ طارق صار عندك واضح المشكله وين وفعلا هي ما مذكوره بالقانون؟ نعم. موضوع عائله الشهيد من تريد تستلم يعني المبلغ المنحل المخصص له بعد استشهاد، طبعا اكو اجراءات بالمعامله يمكن الاخت الان تدري. بعد ما تستنفذ الاجراءات وتصادق عليه اللجنه اللي هو برئاسه قاضي صنف ثاني وبمعيه ممثلين عن الوزارات المعنية، يتم على ضوء القسام الشرعي توزيع المبلغ على الزوجة والأولاد اللي هي منحة هي تسأل 5 ملايين. الزوجة لا يعني الزوجات اثنين هم ما استلموا. لا لا اللي هي منحة 5 ملايين. طيب 5 ملايين يتم التوزيع عليه وفق القسام الشرعي. ما موجود في القسام الشرعي الخمسة ملايين استلمتوا منها شيء؟ لا لا هذا بالقانون
القانون الجديد، القانون القديم كان 4 ملايين 3750، طيب. الآن صارت 5 ملايين، طيب. فيتم التوزيع وفق القسام الشرعي، هذا أولا. بالنسبة للأخ سؤاله، يعني اللجان المختصة هي صراحة المسؤولية متوزعة، ليس فقط مؤسسة الشهداء، عندها الآن لجنة طبية حتى تقيم وضع الأخ وتقول له يابا كذا بهالشكل، هاي النسبة مالتك وخلص. القانون الجديد كما أشار السيد النائب رئيس اللجنة أستاذ عبد الإله إشارة دقيقة ومهمة جدا، وهو أنه عالج الكثير من الثغرات. القانون الجديد الآن قانون رقم 57 لسنة 2015 عالج كثير من الثغرات، هذا واحد. ثانيا كانت اللجان بالحقيقة تستغرق في عملها سنوات، وإحنا عندنا تجربة الآن. هسه السؤال اللي يتعلق بالقانون القديم اللي هو 3750، مو 3750 هذا موزع، هذا وفق القسام الشرعي تتوزع. هذا استلمتوا منه شيء؟ بدون زحمة عليك، أنا بالنسبة لي يعني أنا هاي الفقرة ما تخدمني، فعفت التعويض. فمن ذكرت هسه بمؤسسة الشهداء، من حولونا على مؤسسة الشهداء أخذ حقوق، بس هل طبقت القانون اللي صار بمؤسسة الشهداء؟ عبد الحسين اعطينا رؤية أكثر وضوحا للموضوع. كان قبل ما مذكور أن الزوجة مثلا مثل شلون مؤسسة الشهداء وحاليا هسه قانون 57 تعطى جميع الحقوق للزوجة الثانية كما تعطى للزوجة الأولى، زي. أو للزوجات ككل يعني، زي. إذا كان مثل الشهيد عنده مثل زوجتين أو ثلاث أو أربع فتعطى كلها نفس الامتيازات حاليا على القانون الجديد، بس لحد الآن ما مطبق، زي. ما مفعل. ليش؟ باعتبار أنه اللجان الفرعية لحد الآن ما متشكلة، طيب. شكلت اللجنة المركزية واللجان الفرعية ما قاعدة، وبالتالي القرارات لازم تنتظر والتعليمات بالأمانة. بس 7 أشهر مو فترة كافية؟ هو هذا أستاذنا العزيز، هو 7 أشهر شو وقت صار الحراك هسه بالأيام الأخيرة، ليش؟ لما فعلنا الأمور عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي وهددنا بالتظاهرات وتحركنا، تعرف كانت الفوضى موجودة بالبلد، مجلس النواب معطل، التظاهرات وغيرها الموجودة، الوضع الأمني والتحرير، احنا هاي الشماعة مال، بس باقي المؤسسات تشتغل، ما أعرف هذا اسألهم هم. طيب يعني طيب هذا ما كان تفعيل للموضوع، ما أنا عندي جمهور آخر، بس أريد أرجع للأخ. يعني بالنسبة الأخ موضوعه بالتحديد كالآتي. أستاذنا العزيز، أكو حالة يصحوا لها عدم اكتساب شفاء تام، اللجان الطبية ما تعطي أي نسبة عجز إذا ما تتأكد أنه بعد هذا المريض أو المصاب بعد ما يحتاج عمليات. حتى من سألناهم ليش ما تنطوهم؟ لا تسمح لي، المشكلة بعد مستمر عملية البتر مستمر هذا هنا يحتاج إلى تفاقم حالة. مثل كانت نسبته 40، لما نقدم تفاقم حالة زادت نسبته 65، من يروح للجان يقولوا له احنا ما نعتمد على الجديد، نعتمد فقط على القديم، وبالتالي ال 40% ما له اي استحقاق لا بالراتب ولا بالقطع. زين وين نروح بهالحاله؟ هذا حاليا هم حسب رايهم ال 40% على القانون القديم، قانون رقم 20، على الجديد له استحقاقات. حتى يحل مشكلته شو يسوي؟ هسه وين يروح حتى يتعالج؟ اللجان الفرعيه استاذنا العزيز لحد الان ما قاعده، احنا حاليا صار لنا 8 أشهر، طيب. فقط شكلت اللجنه المركزيه. طيب اسمح لي اخذ اذا تسمحي لي رجاء تفضلي، بس باختصار. بالنسبة إن إحنا مدام ناجحة موجودة رئيسة مؤسسة الشهداء ما نأخذ حقوق؟ ليش؟ أنا شفتها شخصياً. إيه؟ وإذا تريد أقول لك الحكي مفصل اللي صار بيني وبينها. شنو الحكي؟ أنا شفتها شخصياً والله العظيم، قالت إحنا سوينا لكم قانون 20. قلت لها قانون 20 يعني ليش ما تطونا حقوق حالنا حالكم؟ كانت تقول إحنا اللي ضحينا 30 سنة، وأتحداها تقول هذا الحكي مو صحيح. طيب. 30 سنة إحنا ضحينا، تريدون تاخذون حقوق مثلنا انتم؟ تقصد شهداء النظام السابق؟ اي. فانا ايش قلت لها بوقتها؟ قلت لها اتامل يجينا بعد 30 سنه واحد شريف ويعطونا حقوقنا. عافتني وراحت وتحداها تقول هالحكي مو صحيح. شكرا جزيلا. زهراء، مو الزمن، من راح يساعدني؟ ليش؟ اريد رجليني، اريد اطراف صناعيه من المانيا. انت شلون انضربتي؟ شلون تاذيت؟ شلون؟ بسوق النصر. اي. رحنا انا وامي نشتري ملابس، قبله كان جواي طقت. واطرافك راسا انبتروا ولو قبل وتروها؟ لا يعني لا اخذوا موافقتي ولا اخذوا موافقه اهلي. حتى موافقتك اهلك ما اخذوها؟ ما اخذوها. اهلك خبروش هذا الموضوع انه ما اخذوا موافقتهم موافقه الاطباء؟ اي. استاذ عبد الاله، اريدك تعلق لي على الموضوع مال رئيسه المؤسسه هذا التصريح مالتها للاخت، اريد تعليق من عندك حتى انتقل لموضوع زهراء. انا يعني انظر للقانون، ما انظر لكلام الاشخاص. نعم.
اليوم احنا بالقوانين سوينا بين الحقوق. نعم. كمجلس نواب، كلجنة الشهداء، صدر القانون مؤسسة تعديل قانون مؤسسة الشهداء وتعديل قانون رقم 20 سنة 2009 في آن واحد. التصويت كان في يوم واحد في ساعة واحدة. كل الحقوق التي أعطيت لضحايا النظام السابق من الشهداء أعطيت لشهداء الإرهاب. فيما يخص الراتب التقاعدي نفسه. إذا تسمحوا لي. أي ما متفق. الراتب التقاعدي نفسه. نعم. ثلاثة نعم. أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي ياخذون. واضح. قطعة الأرض نفسها. استثناء بس عن مستقبلات التنفيذ. إذا تسمح لي. نعم. أقول اليوم التنفيذ هو نعم. على عاتق الجهات التنفيذية. أولها مؤسسة الشهداء والجهات ذات العلاقة. من الجهات ذات العلاقة؟ اليوم الراتب مع ضحايا الإرهاب من معطلة؟ معطلته هيئة التقاعد الوطنية وزارة المالية. ليش؟ لأسباب ما لا يعلمها إلا الله سبحانه عز وجل. اليوم هذا واضح أنه ما يحتاج لتعليمات. إحنا صحيح في كثير من الأمور نقول التعليمات ما صادرة ولذلك الوزارات قاعد تعرقل. بس الراتب التقاعدي ما يحتاج لتعليمات. إنه شنو؟ يعطى ذوي الشهيد والمصاب بنسبة 75% فما فوق راتب تقاعدي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي. مفروض واضح. واضح ما يحتاج لتأويل. المفروض هذا هيئة التقاعد هسه مباشرة تصرف لعوائل الشهداء من ضحايا الإرهاب راتب تقاعدي. طيب. بقية الأمور تحتاج إلى يعني تعليمات وتحتاج إلى مناقشة. إذا تسمح لي أنا مضطر يعني أسرع بوتيرة الحديث لأنه عندي أسئلة كثيرة ووقت ضيق. أستاذ حسين، هذه حالة زهراء يعني تعرف يعني حضرتك طفلة تحتاج رعاية، هسه محتاجة أطراف ومحتاجة حتى قضية ترافع عنها. يعني هي الآن أهلها يعني ذويها أكو بين كلامها اتهام للأطباء ما ندري مدى صدقه واقعيته وحقيقته بأنه بتروا أطرافها بدون ما يأخذون إذن من عندهم. هذا من يتولى الترافع يعني يخلي محامي؟ أنتم باعتباركم مؤسس مجتمع مدني يعني أريدك تنطي المشاهدين صورة عن الموضوع. والله أستاذنا العزيز إحنا في من ناحية الموضوع الطبي والصحي فهذا إهمال 100% يعني خاصة عندنا هو صار الحادث زهراء ويوسف بنفس الحادث. أها. يوسف بنفس الحادث ويا زهراء. هم في منطقة مال بالات وحاطين العبوة جوا الميز وانفجرت عليهم. زين عندنا مستشفى الشعلة من أردأ المستشفيات الموجودة في بغداد. نعم. ولحد يعني منطقة واسعة وهي يمكن صار لها المستشفى يمكن من الستينات القرن الماضي ولحد الآن ماكو أي عناية ولا تنظرها لحاليا تقول هذا وحدة من مخلفات التفجيرات. طيب هي تقول أريد أطراف. الأطراف الصناعية احنا طبعا بادرنا هي ويوسف سفرناهم إلى أمريكا عن طريق منظمة مجتمع مدني إنسانية أمريكية يعني عن طريق الدكتور سوداد وأنا من هاي القناة أنقل كل تحايا ضحايا الإرهاب وخاصة إحنا كمؤسسة وديناها بصراحة اثنينهم إلى بوسطن هناك المنظمة وسوينا لهم أطراف صناعية ورجعوا. لكن تعرف الطرف الصناعي يعني أخو ما يبقى على نفس الحجم يعني زهراء جاي تكبر يوسف جاي يكبر بالتالي هاي المتابعة هم يحتاج لها. إحنا عندنا موضوع الأطراف الصناعية هنا شائك صدر القناة وصار لها من الستينات. طيب أنتقل إلى فينوس هاشم وأعتقد موضوعها أيضا يتعلق بفقدان زوج وراتب تقاعدي أو ما إلى ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا زوجة المفقود علي سلمان من 2006 طلع زوجي بالأحداث بالطائفية انخطف. طبعا بنفس الأيام اللي انخطف بيها بلغت مركز الشرطة وسويت الإجراءات وطب عدلي وحقوق الإنسان. خلال يعني 7 سنوات أنا أركض دوائر دولة اكتشفت ورا هاي كل هال7 سنين اكتشفت أن هاي كل هالمعاملات عرض الحائط. قالوا ما معترف بيها وما إلك حقوق ولا إلك ولا لأطفالك ولا إلك أي يعني أي شيء. يا بليش قالوا لأن أنت ما ناشرة بالجريدة. نشرت ب2012 بالجريدة. من نشرت قاموا يحسبوا لي 4 سنوات حتى يوفوا لي إياه. سؤالي طبعا لهنا يعني 2000 قبل من 2006 ما حسبوها؟ لا ما حسبوها ضربوها عرض الحائط. دا اقول لك كلها هاي مستمسكات. طيب انت مو مبلغ مركز شرطه؟ مركز شرطه، مجلس القضاء الاعلى، طب العدلي، حقوق الانسان، كلها. طيب. كلها عندي. طيب. كتب رسميه وثائقيه بان ما معترف ما اعترفوا بيها. طيب خلي اخذ تعليق استاذ طارق. طبعا هو يعني حسب قانون القاصرين يعني رقم 78 يعني هذا يعني قانون القانون يقول أي مفقود مفروض يبلغ مركز الشرطة أولا ومن ثم ينشر بالجريدة بأي جريدة وبعد ذلك يصير إجراءات بالمحكمة والقاضي حسب السلطة التقديرية إلى بعد 4 سنوات يوفي هذا الشخص
وبعد ما يوفي يكون إجراءات ضمن اللجان الفرعية، القاضي يعني راح يشوفه اللي هو رئيس اللجنة وحتى يطوح حقوق وامتيازات. أكثر العوائل، أنا أستاذ سعدون معذرة، يعني أقول العوائل الآن والأسف الشديد هناك يعني شبه أقول يعني مفروض تكون تعليمات واضحة وضوابط واضحة، وإحنا من يوم الأول في مؤسسة الشهداء عندما باشرنا في إجراءات معاملات شهداء الكرادة، فاجعة الكرادة، رأساً انطيناهم ورقة قلنا لهم تسوون هاي الإجراءات. الشهيد اللي كان مستلم الجثة مالته بس هو الكلام هسه طارق من 2006 تقول اكو 4 سنوات مفقودة او ايه 2012 تقريبا، شلون صحيح هذا يبقى قانون الأحوال الشخصية وقانون القاصرين يقول يجب أن ينشر في الجريدة، في أي جريدة، حتى بعد 4 سنوات. خلي اخذ لا اسمح لي رايي استاذ حسين واجيك استاذ عبد الله. تفضل استاذ. حبيبي استاذ سعدون، الموضوع كالاتي: المفقود لازم ينشر، يبلغ وينشر بالجريده الرسميه. هي مبلغه المركز؟ هي فقط مبلغه. طيب. زين انتم غير الجهات المعنيه تقول لها بهذا الموضوع؟ هذا اولا جهل لدى الموظفين، هذا اللي شفناه احنا في كل الوزارات والدوائر المعنيه بحقوق ضحايا الارهاب، اكو جهل كامل بموضوع التعليمات، بموضوع الحقوق. يعني يا اللي يروح له قال له ماكو هيك، يعني على مستوى مدير. هو هذا الكلام انه المفروض اعلام المواطن انه لا، هو قبل المواطن استاذنا العزيز، هو الموظف المعني بحقوقه ما يعرف شنو الحقوق، ما يعرف شنو التعليمات، ماكو متابعه، فبالتالي موضوع هذا المفقودين الا تطلع له حجه وفاه. زين احنا حاليا سالنا الكثير من القضاة انه ليش ال4 سنوات؟ قالوا هاي مده اصغريه على مود يعلنون عن وفاه الشخص، يعتبروا وفاه على مود تبدي بمعامله التعويض، تبدي بمعامله التعويض اللي هم تطول لها في 4 سنين 5 سنوات. عالجنا بالموضوع استاذنا العزيز، كان عندنا مظاهرات عندما صارت 2013، قابلنا اللجنه السباعيه، كانت اخت فينوس ويانا، كانت براسه الدكتور الشهرستاني. من واحده من الامور اللي انطيناها كحلول انه يابا مشوا معاملته بالتعويضات، وانتم تتخوفون انه هذا المفقود يطلع حي وبالتالي كل الاموال تردوها باعتبار بعد ما إلى حقوق. نعم. أخذوا عليه كفلاء. طيب. أخذوا عليه كفلاء. هذا اللي صار بقانون الجديد أستاذنا العزيز. طيب. هذا ما ثبت. واضح أستاذ طارق مضطر، أريد رجاءً راح أعطيك الوقت الكافي أستاذ طارق، بس مضطر أعزائي المشاهدين أخذ هذا الفاصل القصير وأعود إليكم. جديد ارحب بكم اعزائي المشاهدين والجزء الثالث من حلقه يوم. استاذ طارق، اتمنى توجز الافكار باختصار لانه حقيقه عندي هواي اسئله اتمنى اغطيها كلها للجمهور. تفضل حضرتك. نعم، يعني صدر الامر الديواني رقم 56 لعام 2016 في 22/8، وباشر يعني اعضاء اللجنه اللي هو برئاسه وزاره الماليه وعضويه مؤسسه الشهداء وكذلك اللجنه المركزيه في الامانه العامه لمجلس الوزراء. هاي فيما يخص التعليمات، يعني التعليمات إن شاء الله الاجتماعات متواصلة وهناك عزيمة كبيرة. يعني التعليمات ما صادرة؟ نعم، تعليمات. طيب. قانون رقم 57 لعام 2015. طيب أستاذ عبد الله، عندك تعليق مختصر إذا ممكن؟ نعم. فينوس اللي زوجها مخطوف أو مفقود. نعم. إحنا هنا مادة 12 بالتعديل لقانون ضحايا الإرهاب، المادة 12 سابعاً، بس اقرا المادة. نعم. يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين باحكام هذا القانون والذين روجت لهم معامله من ذويهم بحكم الشهيد وفقا لهذا القانون لغرض استلام الراتب التقاعدي لهما والاستمرار فيه لحين اصدار حجه الوفاه الخاصه بهم. يعني هذا عالج المشكله كلها. القانون مغطي المشكله. هذا عالج المشكله كلها. الاخوه حديثهم وحتى الدوائر قاعد تتعامل مع المخطوف والمفقود يعني وفق القوانين السابقة. هذا قانون خاص عالج هذه الفقرة. المفروض الآن هيئة التقاعد عندما تروج لهم معاملة لمخطوف أو مفقود مباشرة يسلموهم الراتب التقاعدي للشهيد. واضح. إذن القانون تفضل باختصار إذا ممكن. ممكن إحنا نحسب حسابه، وحتى الوزارات والدوائر تحسب حساب أنه يجوز أي واحد يجي يقدم معاملة مفقود. وهذا سوينا فقرة عقابية يعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلين على الاستحقاقات المالية
خلافا للقانون للاحكام العقابيه التي نص عليها قانون العقوبات. وفي قانون العقوبات حتى شنو؟ حتى ما يجي واحد ياخذ حق الضحيه فعلا واضح. وحتى ويدعي ادعاء كاذب. حتى البيروقراطيه تنتهي. احسن باختصار شديد. احنا رحنا لمحافظه بغداد اللي هي بها ترويج المعاملات مع استاذ علي، قال انت ما تستحقين ترويج معامله الا تخلص الاربع سنوات، هو ما يعرف بهذا القانون. استاذنا الجليل القوانين اللي تصدر حبر على ورق، ماكو اي تفعيل بها. يعني اللجان الفرعيه مدى تستخدمها. كما اشار السيد النائب رئيس اللجنه، القانون عالج القانون رقم 57 يعني لسنه 2015 معالج تماما. ان شاء الله تراجعينا في دائره شهداء الارهاب. وان شاء الله نقوم يوسف محمد اذا ممكن. يوسف محمد ما يكون. احنا نبيع هدوم رياضيه فصار الانفجار، انا قاعد يعني لا ابي ولا عليه، صار الانفجار. شان ابوي طبعا اول ما صار الانفجار جاي يركض، شاني ركض بيه المستشفى ما شي عليه، فنايم انا على السديه. ابو علوم يجي يقول لي ايش بيه هذا، يعني احكي ابوي، ابوي يقول ايش بيه هذا، يقول لابوك، يقول لابوي يقول ايش بيه هذا. فابوي يعني ايس طلع من المستشفى، جت الاسعاف يعني نقلون المستشفى الكاظميه. فرحنا هناك ماكو اي يعني اهتمام بالمريض او بالجرحى، قبل بتار يعني لا يهتم. انا يقدرون هم يعني ما يبترون رجلي، يحطوا لي بلاتين فبترها قبل هو. طلعنا فش قال لي ورا شهر، قال لي راح يبتروها من فوق زين يعني للنهايه. ابوي سوى طلعنا على فلو يعني فلوسنا، طلعني المستشفى خاصه، فحاولوا بكافه يعني الجهود انه ما يقصوها ونجحوا ما قصوها. استاذ حسين، ايش قد تاكدوا تم في هذه الحالات ونسبتها، هاي الاخطاء الطبيه وعدم الاهتمام، نقله من المستشفى الى مستشفى دون اجراء الاسعافات الاوليه اللي تضمن سلامته، تضمن نقاء الجرح، عدم تطور الحاله؟ هذا هو حسب طبعا 100%، واحنا ضمناه ضمن القانون الجديد، هذا التزام وزاره الصحه. يا سوى حتى بدون ما يكون هو له حقوق ضمن قانون 57. لا انا اقول تاكد باعتبارك مراقب منظمه مجتمع المدني. اكدنا هذا الموضوع استاذنا العزيز، دائما احنا مراقبين اي تفجير يصير، احنا خاصه بالمناطق القريبه من عندنا، مناطق مستهدفه، احنا مدينه الشعله، الغزاليه، رحمانيه، الجواديين، اي منطقه قريبه احنا راح نتابع صار انفجار كذا، رحنا المستشفيات، شفنا الموضوع، اغلب الجرحى بصراحه اهلهم ما يبقوهم بالمستشفى، لان يعرفون هاي الحالات صارت وتكررت. هذا يعني لسوء هذه الحالات حضرتك. طبعا لسوء التقدير موجود، او لسهوله المساله بسهوله بسرعه، ابتر وطلع ابتر وطلع زين، هذا قله يعني خبره موجوده. قالت زهراء اكيد ان يعني 100% طبعا كانوا، انا حتى سميتهم لجنه شارحبيل في زمن نظام البائد ايضا، هم اي عسكري يجي ابتر رجله وطلع خارج الخدمه العسكريه. ممكن اخذ سؤال فرح قيصر لانه الوقت يداهمني. بالنسبه لي زوجي شهيد وابني مصاب، نسبة العجز 50% وهي أكثر من 50%. بالنسبة للتقاعد مال زوجي، الأولاد الاثنين يستلموا، شنت أستلم وياهم؟ قالوا لي لأن أنت موظفة فما يصير، راح يتقسم الراتب على الولدين. بالنسبة للولد الكبير اللي نسبة العجز عنده 50%، سويت له وديته للرعاية الاجتماعية، انطوه نسبة عجز 100%، قام ينطوه راتب شهرين ثلاثة قطعوا الراتب. يا بلويش، قالوا لي أنت تستلم حصة من راتب أبوك، وهو لي حد هسه علاجه عدة تشوهات بالجفن، لأن يعني الشظية من وين تشوهات عنده؟ بالجفن مال العين. نعم. وبرجله، والشظايا لي حد هسه موجودة من صارت الضربة. إحنا طلعنا رأسا نقلوه من الجرحى المستشفى اليرموك، عناية ماكو، نفس الحكي، رادوا يقلعون عينه، رادوا يقلعون رجله، طلعنا رأسا احنا الاهل، بعنا الغراض، بعنا الدنيا كلها، طلعناه برا. خليني اخذ راي استاذ عبد الاله. يعني المفروض تاخذ استحقاق الشهيد، اول استحقاق هو الراتب التقاعدي. نعم. اللي هو 1,200,000 وفق القانون الجديد. طيب ما له علاقه موظفه، احنا الموظف ذوي الشهداء ضحايا الارهاب شملناه كما شملنا ضحايا النظام السابق، انه يحق له يستلم الراتب، راتبين، يجمع راتب الراتب التقاعدي للشهيد بالاضافه الى راتب الموظف لمده 10 سنوات. طيب بالإضافة أنه ابنها مصاب بنسبة 50% أيضاً إلى راتب وفق هذا القانون، وفق هذا القانون 50% إلى راتب تقريباً. صار 100% هو وفق الرعاية الاجتماعية. لا، 75% العدة عجز 75% فما فوق يستلم راتب كامل. طيب اللي عنده 50% إلى 74% يستلم
نصف يعني ضعفي الحد الأدنى للراتب التقاعد، يعني 800,000 دينار هذا طيب. ابنها طيب. ولذلك أيضا نعود أنه الهيئة التقاعد الوطنية لحد الآن ما عاملة بهذا القانون. ليش؟ لأنه تعليماته يعني مشكلة تنفيذ، ولأنه معتمدين الروتين الإداري، ومع الأسف عندهم القضية القانونية فوق القضية الإنسانية. المفروض ذوي الشهداء والمصابين الآن هاي الحالات قدامنا، كل الحكومة العراقية وكل مفاصلها تتعامل مع حالاتهم كنظرة إنسانية قبل ما ينظروا لهم نظرة قانونية مع طيب. الأسف. أستاذ حسين راح احتفظ لي بال 2012 لحد الآن موظف ما عنده إنسانية، كمدير كموظف احتياطي ما عنده إنسانية، يعني سوى معاملتي كان أضاميها يعني ضايع ما أقول. يعني ما أعرف شنو هذا من البشر يعني طيب. سوى الأجنبي عنده إنسانية وأخلاق أحسن من عندنا طيب. أنا أحكيك إياه طيب. لأن من يشوف هيك ما يعامل وغاتين العدوم وحشهات عشاء إجا القاضي بعد ما إجا قعدة اللجان ما قاعد طيب. اللجان خلي آخذ إذا ممكن خلي آخذ حتى نأخذ كل الأسئلة لا تسمحوا يعني تسمحوا لي والله ميسر هاي هاي ما الناس مين تعيش مين تروح تتعالج. أنا من الناس اللي من 2007 لحد الآن يعني أنا لا دراسة لا علاج عندي، وين أروح أنا شنو مستقبلي يعني سأتمنى أسعي رئيسة الوزراء الألمانية أتمنى ستتبدل أروح والله أروح حتى الجنسية العراقية ذبي لأن مالي مستقبل فيها سبع شاكل من يدفنوني بالنجف واخذ الحقوق يعني أسئلة يعني ما يصير أستاذ والله العظيم اللي يعني خلينا نحول المايك إلى رافد دخيل ساكر. احنا نسأل عن أسباب تأخير تعليمات تنفيذ قانون 57 سنة 2015. نعم يعني إذا تجي على قانون شرع لهم قانون العفو العام اللي هو قانون العفو عن القاتل، هذا بسابقة خطيرة شرعه اعتباره من تاريخ تشريعه بالبرلمان التنفيذ مالته طيب. واحنا اعتبارا قانون الضحية اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية اللي هي الوقائع العراقية وتأخر فترة يلا نشره بالوقائع العراقية وسنوه بالوقائع العراقية والنشر وصار له 8 أشهر ولحد الآن ما تنفذ طيب. يعني هم الإمام علي عليه السلام يقول إن كنت سبب الابتلاء على أحدهم فعليك بمداوات جراحة، هنا جماعة نك أو جراحنا مو مداوات جراحنا. يعني شنو أسباب تأخير طارق القانون؟ سؤال واضح حضرتك قلت وربما سيد النائب أيضا قال بأنه التعليمات تعيق تطبيق القانون. السؤال ليش لحد الآن المؤسسة ما صدرت التعليمات؟ طبعا هي الجهة المسؤولة على إصدار التعليمات هي وزارة المالية وليست مؤسسة الشهداء. مع ذلك ليش؟ مع ذلك ليش؟ نحن تحركنا كمؤسسة الشهداء بفتح الدائرة رغم أنه عدم وجود تخصيصات مالية لدائرة عامة. عندنا الآن عدد مهول جدا من الشهداء، عندنا عدد مهول جدا من المصابين، وهاي دائرة عامة ودائرة يعني تديرها وزارة يعني. فبالتالي مؤسسة الشهداء عندما وجدت القانون عدم وجود تخصيصات لهذه الدائرة، عدم وجود درجات وظيفية لهذه الدائرة، كل ذلك يعيق. مع هذا نحن تحركنا مؤسسة الشهداء. تعليمات القانون أيضا تصدر من المالية؟ نعم من وزارة المالية حسب القانون، قانون موجود طيب. ينفذ هذا القانون والجهة المسؤولة على إصدار التعليمات هي وزارة المالية. طيب صار واضح. خلي أنتقل لناظر علي الجبوري إذا ممكن لتسهيل تنفيذ القانون. خلي أخذ أسئلة أكثر ملاحظة. باختصار شديد عندنا مطلب مساءلة رئيسة مؤسسة الشهداء الدكتورة ناجحة عبد الأمير الشمري، نعم، اللي تعتبرنا ضحايا صدفة وكأنما تبرر للإرهاب فعلته بأنه إحنا وقعنا نتيجة الصدفة. طيب انطل المايك لناظم علي الجبوري. أنا أبو 3 شهداء. نعم. بالكرادة أعرف الأستاذ يعرف ولدي وماكو مسؤول بالعراق ما شافهم. نعم. وأنا بقيت أنا الأتام. ارفع الصورة. أنا الأتام والنسوان وياي وهذا عفلي 3 أطفال. واحدة عمرها 25 يوم هسه ما تعرفني غير انا بابا هسه تبكي عليهم من جيت زين وانا بقيت رجل كبير لا سيلوا عليه. اجى السيد العبادي بقي لها كان وزير الماليه، اجى محمد الربيعي، اجى المحافظ، اروح اراجع يابا بعد غراضي اعطوني حقي ماكو، سدوا البوب كلها عليه. يا سنه التفجير صار. تفجير هذا ولدي اثنينهم برمضان 2013 وواحد 2007 بشهر 7 وكلهم بشهر 7 هم استشهدوا 3 شهر 7.
لحد الان بس الرواتب معجر بيت، هذا البيت هسه فلش، الغرفه واقع علينا هاي مانو النسوان سويه، ما عندي الله وكيلك، ما يعني انا ما نزل كرامتي، كنت خير من الله، ولدي خير من الله، يبيعوا الرقب بطيخ بس خير من الله، فمنزل كرامتي وباقي وحافظ نفسي، لا مبرده لا هاي، بس هسه من استدعوني اجيت، ما واحد دق بابي، ما قال هذول ايتام شهداء، هسه دا اسمع يقولون الشهداء هاي عيديات هاي، اي وينهم؟ يعني احنا بالكراده ما معروفين، قال ثلاث شهداء، وهم سدوا الشارع مال رمضان على مود ولدي ثلاث رمضانات، هذا الثالث هسه فتحوه، هم استشهدوا او قبل ما يفطرون صلوا وخابروا عليهم واستشهدوا. طيب. وانا ظليت رجل كبير تعبان ما حد يدري المشكله سي. يعني كل الاهتمام اعزائي المشاهدين يتوقف عند مرحله ايقاد الشموع والتفاصيل الاعلاميه وحضور المسؤولين بلحظه الازمه وبلحظه سخونه الحدث وبعدين يطفى الاهتمام. اخذ التعليقات، انا مضطر لانه ارجع لك اشوف موضوع التزوير شلون، لكن اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل الاخير. ارحب بكم اعزائي المشاهدين هذا الجزء الاخير من حلقه اليوم. اريد موضوع بالضبط شنو يعني تزوروا بس باختصار شديد. بطوا من 1750 فروقات يطوها وين الراتب؟ نعم الراتب هو 1,080,000 سو هذا الراتب، رحنا للبنك استلمت 350، راجعنا قالوا ها استلمت مره، طلعت مره وولد يوم رايح الفلسطين، جبت لهم الصك وضيعوه لحد الان عليه، وقول قوة عدلت الراتب مالته. خلي اخذ راي استاذ حسين على موضوع بقيه الحقوق، يعني غير الراتب التقاعدي، بيت ما بيت، اكو ثلاث شهداء اربعه، اكو اطفال استحقاقات اطفال يعيلهم هم. الموضوع بس فقط سؤال، يعني احنا حاليا هسه التقاعد بعد ما هددناهم بالتظاهرات وكان هناك حشد على التواصل الاجتماعي وزيارات مباشره ضغطنا الضحايا قلنا لهم روحوا الى هيئه التقاعد، بالبدايه كان هناك اعذار واهيه صراحه، وانا اطالب بتغيير مدير هيئه التقاعد احمد عبد الجليل لانه غير مؤتمن على هذه الدائره، لانه باعذار كلش واهيه، ساعه يقول ملفات كامله، ساعه يقول الاموال ماكو، ساعه كذا، والى ان جبرناه بالتهديد بالمظاهرات يلا قام بتطبيق القانون حاليا، الشهر التاسع تم تطبيقه للعسكريين والشهر العاشر للمدنيين. امر بقية اخر بقية امر الحقوق آخر يقول لك بيت امر آخر. نعم استاذ سعد، مساله جدا مهمه. حاليا التقاعد احنا القانون يقول استثناء من قانون التقاعد العام رقم 9 لسنه 2014، جاي اللي شخص واحد جاي ما ينطي كامل للراتب 1,200,000 اذا المستفيد شخص واحد، لا ما ينطي 930، الشخصين 965 تقريبا، اذا ثلاث اشخاص العائله فما فوق يلا يعطي 1,200,000، هو ينطي هيك خلافا للقانون؟ طبعا خلاف القانون، وبالتالي اذا مؤسسه الشهداء حاليا هم ينطيهم على هذا الاساس، ما جاي ينطيهم، ينطيهم ايضا 930 للشخص الواحد، ما جاي ينطي للشخص الواحد. هذا القانون واضح وصريح يعطي، قال حتى يعني. طيب استاذ طارق عندك تعليق على التمييز اللي تفضل به الاخ والكلام عن رئيسة مؤسسة السجناء؟ قال احنا نطالب مجلس النواب، مجلس النواب هي صاحبة السلطة يعني في هذا الشيء، يعني اي وزير اذا يقصر او كان هيئة مستقلة يعني هذا من الناحية الدستورية والقانونية يجوز انه يصير، واعتقد كانت هناك استضافة من قبل رئيس اللجنة والاخوة اعضاء اللجنة لرئيسة مؤسسة الشهداء، وكانت هناك اسئلة حول التأخير والمعوقات، أنا لا يعني أقول إنه مؤسس. خليني أستثمر الوقت وأنتقل إلى طارق فرحان وضاح. 19/7/2014 فقدت عائلتي بالكامل المكونة من زوجتي وثلاث أطفال، وراجعت على حقوقي، بس بالنسبة للحقوق مالتي راجعت على مود التقاعد، فقالوا لي أنت موظف ما تستحق راتب تقاعدي كونك موظف. سنوا قانون 57/2015 وراجعت التقاعد من جديد، ولكن القرارات لم تنفذ نهائيا. نفس الموضوع استاذ عبد الاله، يعني باقي يمل دائره التقاعد. خلي اخذ عباس خضير. 19/12/2010 تم اختطاف ابنتي خريجه كليه. نعم. العصابه اتصلت بينا بنفس اليوم و قالت باكر ساعة 9 نخابركم ومريد منكم قارش وارش وبدكم يمنا. زين. ثاني يوم ساعة 9 اتصلوا بينا وطلبوا من عندنا 20 دفتر. زين.
20 دفتر يعني 200,000 دولار. زين. احنا بنفس اليوم اتصلنا الى مركز شرطة حتى ثبتنا اخبار. طيب. وبعدين نقلنا القضية من مركز الشرطة الى منظمة مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة فرع الكرادة. زين. بقت هذه العملية بين المحكمة وبين المنظمة وبين بحدود 4 سنوات. اتصلنا بمجلس الوزراء، اتصلنا بالبرلمان بشخصية النائبة مها الدوري الله يعطيها العمر، وقفت لنا موقف يعني جيد لكن دون جدوى، ماكو تنفيذ. نعم. الشرطة الاتحادية، قيادة عمليات بغداد، الأمن الوطني، المنافذ الحدودية، السفر، ما خلينا أي مكان. بعدين قدمنا طلب بعد 4 سنوات إلى المحكمة، طلبنا حجة قيمومة، حجر وقيمومة، قالوا نشروها بالجريدة الرسمية، نشرناها في صحيفتين، وبعدين قالوا تمضي عليها 4 سنوات مثل ما جسمه. أربع سنوات يعني أنا 4 مضت وأربعة تجي 8 سنوات، وهاي بنية بنتي هاي يعني شو القوانين هذه؟ سأل عبد الله عندك شنو 4 سنوات؟ احنا عالجنا قضية المخطوف وقضية المفقود بهذا القانون واستثنينا يعني اعطينا استثناء عن القوانين السابقة بعد يعني ما يحتاج، بس اكو روتين بالدوائر، روتين مقيت مع الأسف. هاي الحالة يعني واضحة انهم قبل يروح يروج معاملة تقاعد ويستلم هم بدائرة التقاعد الروتين هنا هسه؟ اذا مضى عليها سنتين الجريدة الان، جريدة مضى عليها سنتين وبنت راح تقدم ماجستير معاملة راحت الاموال للماجستير انخطفت من باب المعظم. هي المسألة مو مسألة روتين، مسألة انه عدم تطبيق اكو سياسة. استاذنا العزيز حاليا الدولة في حالة تقشف وتريد هاي الاموال المخصصة لضحايا الارهاب. عام 2016 تم تخصيص 98,600,000 للقانون ضحايا الارهاب، يردون يرجعوها. ليش؟ لان داوروها. انا اعطيك استاذ العزيز، كان المفروض يخصصون، كان هو 98 مليار. هسه انا عندي هاي اموال من عام 2006 لغايه 2012 زين، بالملي 1650 مليار من اموال ضحايا الارهاب لم يتم صرف 1% من عندها. 2010 بدايه تطبيق قانون رقم 20 500 مليار دولار تم مداوره القمه العربيه اللي جبنا بها اللي صدرونا الفتاوى التكفيريه والارهابيه وبالصومال نعشي ونغدي زين، وراحت من اموال ضحايا الارهاب. وهسه اذا يحكي لي واحد يقول لي والله ما عندي مخصصات، عندنا مخصصات للفساد وما عندنا مخصصات لضحايا الارهاب، لا والله نوقف بوجههم. انا اي دائره من دوائر الدوله اذا ما تطبق القانون خلال نهايه هاي السنه، لا والله اوقف وياهم مواجهه حقيقيه والانتخابات جايه. هم يخافون ترى من هاي الامور، وحيدر العبادي يخاف من المتظاهرات. اذا يخافون من الناس خلي يعطوهم حقوقهم ويشوفون شرهم، ماكو. لا والله ان شاء الله ما فيهم شر الناس. خلي اخذ سؤال منى باسم. ل 2006 انضربت رجلي اثنينات فوق الركبه، يعني واجهت المالك، واجهت البرلمان، واجهت هواي وزراء، هواي قعدت وياهم، طلبت شيء واحد هو هذا الشيء، انا اريد اطراف. قالوا لي انت ما يصير لك اطراف بالعراق، اي واحد هسه اروح له يقول لي انت اطرافك مو بالعراق، انت خارج العراق، ما طول بني وما طول فوق الركبه ما تقدرين تمشين هنا. يعني اقول له يا الوزير انت لو انا بنتك لو وحده من شريد احكي، لان تعبت انا من ورا الحكي ومن الوزراء. المالكه اطيل فايل قعدت مقابل تطيته، قلت له ما اطلب لا تعويض ولا فلوس ولا بيت، كل شيء ما اريد. هاي الفلوس كلها ما تعوض عنها رجل ورجله من رجلي وحده. بس اقول له الوزير بس اريد طرف، قال لي تدلين. يطيل فايل للحمايه، قلت له روح الله وياك، حش السامح الله راح بسط الماء الزباله، هذا الفايل مالتي. ما خاف انا من اكبر واحد، اخاف بس من الله. بس اقول لو واحد له شويه هيك عنده انسانيه ويقول لي يا منى هسه اجيك وامشيك واخليك ترجعين على رجليك، شي يريد انا انطي، بس المهم امشي، لان انا عندي امل امشي مو ما عندي والحمد لله. وانا عوقت الدوله، انا عوقتها واختي والرياضيين كله، خاف هم لهم قصد عوقونا، احنا رياضيين ونوقف بوجه الحق لو شو مهم يكون. انت ايضا رياضيه؟ رياضية قوس وسهم، واختارت القوس والسهم. شنو قالوا لي اختارتي؟ ان القوس والسهم هسه اي واحد يجيب لي بالبرنامج لو وزير اكيد له مكانه. وقالوا ليش اختارت القوس والسهم؟ قلت لهم على مود عدوك بالعيني، ما يحتاج انا بس اجيب القوس والسهم اي واحد
ما ينفذ طلبه أنا بسهم واحد وكتلة مكان. لا المفروض شاردوني سولي سولي تاخذين حقوقك بالقانون المفروض. لا مو هم ما يجون بالقانون استاذ الله يخليك، لأن تعبت يا قانون تحكي الله يخليك. من يا سنة؟ 2006 لحد الآن، لأن أنا عندي أمل أمشي، مو تقول ما عندي أمل، والحمد لله وشكر وقفت على حيلي، والدولة صدق إذا عدها إحساس شوية ورجاء لحد يقطع هذا الصوت، أريده يطلع مباشر. يطلع مباشر إن شاء الله. والله شردوني سولي سولي. طيب خلي أخذ سؤال نجم عبد كاظم. أنا زوجة الشهيد عباس كشاش اللي استشهد ب 2005 انتخابات، فطتني الحكومة انطتني شقة فحسبتها علي ب 98 مليون، وكل شهر ياخذون من عندي 300، وأنا حاليا يعني قاعدة بالإيجار زين، وانطل يعني شقة مقعدة بيها ابن أخوي، لأنه ما أقدر أقعد بيها أنا مكانها بعيد، وأنا ما أقدر أطلع من أهلي لأنه عندي أطفال صغار وما عندي يعني ما عنده معين، وحتى التقاعد هم موشتي يعني، وهذا ساد. هذا اللي يحضن اللي إرهابي واللي يعني تقطع يعني هذا الجزء يبيعون الشقة بيع مكان ما يعطوني مكان ما يساعدوني مكان ما يعني شلون أردفتهم يعني تقبلون أنتم في هذا الوضع يعني صايرة هاي عفل الطفل عمره شهرين وهسه صف أول متوسط ما شاف أبو والله يتحصر على الواحد يقول يا بل الله شهادي ورقيب زين وبالتالي يبيعون لي اياها بيع يعني تقبلون انتم 300 انا يعني منين اجيب يعني وانت قاعد ايش قد حطيت كل شهر 300 وشلون اعطي ايجار اني واني صاحبه ايتام اربعه يعني بيا قانون هذا يعني احنا مو عراقيين انا متره وحده ما املك بالعراق والله العظيم الله شاهد ورقيب متره وحده ما املك بالعراق شقه ثانيه ياخذ من عندك كل شهر 300 حسوا 98 مليون صار تعليق الامتيازات والحقوق اللي نص عليه قانون رقم 57 لسنة 2015 بالحقيقة هي كثيرة يعني موضوع بدل الوحدة سكنية وكذلك قطعة أرض تملك مجانا لذوي الشهيد يعني القانون وضح هذه القضايا يعني ولكن الموضوع احنا الآن اشتغلنا على فقرتين مهمتين موضوع المقاعد الدراسية الحمد لله تم إنجازه من خلال وزارة التعليم العالي أنا آسف لأنه فعلا الوقت أعزائي المشاهدين لا يسعف والمحاور كثيرة ومحزنة جدا ومؤلمة الحقيقة وضع العراق مؤلم جدا وهو يسير حسب الظاهر من سيء إلى أسوأ أعزائي المشاهدين وصلت إلى نهاية حلقة اليوم وفي نهايتها أشكر ضيوفي الكرام النائب عبد الله النائلي رئيس لجنة الشهداء في مجلس النواب العراقي السيد طارق المندلاوي مدير عام دائرة الضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء والسيد حسين عبد السادة رئيس مؤسسة قناديل الرحمة لرعاية جرحى الإرهاب والمعوقين وبالتأكيد أعزائي المشاهدين أتوجه بالشكر الجزيل للسادة الحضور من الجمهور الكريم الذي أغنى الحلقة بأسئلته وأتوجه بالشكر الجزيل لكم وأدعوكم لمتابعة الحلقات المقبلة من برنامج سؤالك شكرا جزيلا